أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. الإنسان المؤمن إذا رافق إيمانه العمل الصالح فأولئك لهم الدرجات العلى. الجنة درجات، درجة فوق درجة. يؤتى بالمؤمن يوم القيامة كما في بعض الروايات ويكتب له الجنة، يدخل في الدرجة الأولى. حينما يدخل في الدرجة الأولى يرى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يتمنى أن يبقى في هذه الدرجة لما يرى فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فيقال له اقرأ آية ورقة درجة، يقرأ آية واحدة عن حفظ قد عمل بها في دار الدنيا فيصعد درجة، بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض. حينما يدخل إلى الدرجة الثانية، الدرجة الأولى تسقط من عينه نهائيا، أصلا يشوف الدرجة الأولى اللي حينما دخلها استغرب من كثرة النعم فيها وتمنى أن يبقى فيها. هذه الدرجة الأولى لا شيء بالنسبة إلى الدرجة الثانية. يقال له اقرأ آية ورقة درجة، يقرأ آية من القرآن الكريم قد حفظها في دار الدنيا وعمل بها ويصعد درجة إلى الدرجة الثالثة. حينما يقع نظره إلى النعيم الموجود في الدرجة الثالثة من الجنة تسقط من عينه الدرجة الثانية. الدرجة الثانية بالنسبة إلى الدرجة الثالثة لا شيء أصلا، وهكذا إلى أن يصل إلى أعلى درجات الجنان مع محمد وآله الأطهار. كما في الروايات عدد درجات الجنة عدد آي القرآن حوالي 6000 درجة، اللي بين كل درجة ودرجة بين السماء والأرض. شلون نعمة كبرى الله تبارك وتعالى أعدها لمن؟ لمن آمن وعمل الصالحات. الدرجة، الدرجات جمع الدرجة، الدرجة بمعنى المنزلة المقام العظيم، مثل الدرج. شلون الدرج؟ واحد يصعد درجات الجنة أيضا بمنزلة السلم اللي واحد يصعد، فيعتبر فيه الصعود إلى الأعلى. في مقابله الدركات، دركات النار اللي يعتبر فيه الانحدار إلى الأسفل. فنقول درجات الجنة ودركات النار، أعاذنا الله وإياكم منها، ورزقنا الله وإياكم درجات الجنة. فأولئك لهم الدرجات العلى. شنو هاي الدرجات؟ جنات عدن. هذه العبارة بدل عن الدرجات العلى، فأولئك لهم جنات عدن. الجنات
جمع الجنة. الجنة بمعنى الحديقة اللي فيها أشجار، جنات يعني بساتين فيها أشجار كثيرة، فيها أشجار لم يرى مثلها الإنسان في الدنيا ولم يخطر بباله أن يرى مثلها. جنات عدن. عدن إما اسم من أسماء الجنة، الجنة لها أسامي متعددة، منها الفردوس، جنات الفردوس، منها دار المقامة للإنسان شنو يبقى فيها ولا يخرج، منها دار السلام، أسماء متعددة أكل الجنة، ومنها جنة عدن من أسماء الجنة كل الجنة. كلمة العدن، وقد لا الجنة بيها منازل متعددة، مواضع عديدة، كل موضع له اسم. موضع من مواضع الجنة يسمى شنو؟ عدن. فإما اسم لكل الجنات أسامي متعددة، وإما اسم لمناطق من الجنة حسب اختلاف المفسرين. شنو معنى عدن؟ جذر لغة يقولون عدن بالمكان، يعني بقي في هذا المكان، استقر في هذا المكان. عدن البلاد يعني توطن البلاد، هذا معنى العدن. إحدى الأمور التي تقض مضاجع البشر سلب النعم. الإنسان في الدنيا متنعم بمجموعة من النعم، نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة المنصب، مجموعة من النعم اللي احنا موجودين غرقانين بيها. اللي يقض مضجع الإنسان شنو؟ سلبه هذه النعم، يخاف أن تسلب منه، يأخذون ماله. هذا الشيء اللي احنا نلمسه. بعض النعم ما نفهمها أنه تأخذ من الإنسان، مثل الصحة، مثل الشباب. الآن احنا عادة الشباب ما يلتفتون أنه ده تنقص من أعمارهم، أما ماله فلوسه يشعر أنه فلان يريد يخدعني أو سارق يريد يسرقني، فلذا شنو يحافظ على ماله، إما يخليه بالقاصة إما يخليه بالبنك، فدائما شنو يدور يحول حول هذا المال ويحاول أن يحافظ عليها، على هذه الأموال. سلب النعم هاي قضية تأذي الإنسان. إذا عنده منصب مثلا، مقام، مدير، مسؤول، دائما يحاول الحفاظ على هذا المقام. ولكن الدنيا دار كل شيء بها موقت. المعادلة بين الدنيا والآخرة تختلف، هذه المعادلة اختلافا جوهريا. إذا الدنيا أعطوك نعمة راح يسلبوها منك، أما في الآخرة إذا أعطوك نعمة شنو ما يسلب من الإنسان. عدن معناه شنو؟ معناه أنه إذا أعطيت هذه النعمة فهي تبقى وتستمر ولا يؤخذ منك. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. في آيات متعددة الله تبارك وتعالى معبر عن الجنة بجنات عدن، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. في آية أخرى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. فالعدن يطلق على المكان المرفه المريح الذي فيه جميع أنواع الراحة، ويبقى الإنسان فيها من دون أن تسلب منه. اسم من أسماء كل الجنان أو بعض مناطق الجنان باعتبار اختلاف النعم الموجودة فيها واختلاف الدرجات. جنات عدن تجري من تحتها، يعني من تحت قصورها وأشجارها. تجري فعل مضارع، فعل المضارع يدل على الاستمرار، يعني هذه الحالة مستمرة. الأنهار في الدنيا قد تجري وقد تجف، لا تجري خلاص انتهى. أنهار الدنيا فيها شيء واحد وهو الماء، شايفين نهر من عسل في الدنيا؟ ماكو هذا الشيء. اللي ذاهبين إلى المناطق الجميلة جدا، بعض الغابات، بعض المناطق الجذابة في بعض البلاد الأخرى اللي موجودة، هذا المنظر الطبيعي الجميل يبهر الإنسان، يجذب الإنسان. واحد ساعات يقضي في تلك البساتين، يكيف، يتونس. ولكن كل نمط واحد. الجنة فيها أنماط متعددة، منها ما في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. أنتوا تصوروا هذا المنظر الجميل، نهر من ماء. بعض الأنهار واحد يشوفها وسخة آسنة، ولكن أنهار الجنة شنو؟ غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. يمكن هذا في الدنيا ما موجود، اللي في النهر من اللبن وطعمه شنوه؟ ما يتغير. انتوا اللبن خلوه بالبيت يومين ثلاثة شنوه؟ يفسر. أما نهر من اللبن لا يتغير طعمه، شلون منظر جميل. وأنهار من خمر، من ماء، أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن، من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، أيضا أنهار من خمر. وليس فيها مضرات الخمر في الدنيا، فيها جميع المنافع من دون وجود أي مضرة. وأنهار من عسل مصفى، أربع أنهار الله تبارك وتعالى ذكرها في هذه الآية الكريمة، وربما هنالك مئات الآلاف من الأنهار من أنواع أخرى أيضا اللي تنتظر المؤمنين. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. إحدى الأمور المخيفة اللي متحولة إلى هاجس مخيف عند البعض من الناس الموت. الموت يعني سلب كل النعم، وإحدى أمنيات البشر الخلود. دائما يطمح من طموحاته أن يكون مخلدا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يحب يعمر عمر طويل، خاصة إذا كان شنو مرفه يعيش في نعمة، يحب العمر الطويل، ما يحب يموت، ما يحب يشيع. ولكن الموت في الدنيا حق، كل نفس ذائقة الموت. أفإن مت فهم الخالدون. الرسول الأعظم على عظمته يموت. إذا مثل الرسول صلى الله عليه وآله اللي هو أقرب المقربين إلى الله تبارك وتعالى كتب عليه الموت،
على الآخرين شنو؟ أفإن مت فهم الخالدون. الشيطان حينما أراد أن يخدع النبي آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، كيف خدعه؟ خدعه بالخلد. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الإنسان عنده مجموعة من الأمنيات في هذه الدنيا التي لا تتحقق، منها الخلود، الخلود الحقيقي. الخلود الحقيقي مو ممكن، ينتقل الإنسان إلى الخلود الاعتباري. الخلود الاعتباري يعني يحب اسمه بعده يبقى، بقاء الاسم، بقاء العنوان. هسه بأي داعي كان حتى يترحموا له، مثلا المؤمن يحب اسمه يخلد حتى مثلا الناس يدعوا له يترحموا له، فلأجل الخلد الحقيقي اللي هو غير ممكن أو الخلد الاعتباري يقوم ببعض الأشياء. مثلا يبني له فرد مسجد أو حسينية أو مدرسة ويخلي اسمه، يقول حتى اسمي يبقى، أولادي أحفادي بعد 100 سنة 200 سنة الناس شنو يجون يشوفون اسمي ويترحموا لي. هذا بالنسبة إلى المؤمنين. أما غير المؤمن فيحب اسمه يبقى يخلى، هسه يسوي فرد اختراع اكتشاف أي شيء من هالقبيل. ولكن الخلود الاعتباري في الدنيا أيضا شنو؟ مو ممكن. هذه الأمنية تتحقق في عالم الآخرة. الله تبارك وتعالى في عدة آيات يركز على الخلود في عالم الآخرة. آيات عديدة، الجنة دار الخلد، منها هذه الآية خالدين فيها. الخلود يعني يمكث إلى الأبد، إلى غير غاية، إلى النهاية. لماذا يخلد الإنسان في الجنة؟ لماذا؟ شنو السر في ذلك؟ وما هو السبب؟ هنالك مجموعة من الأسباب للخلود. مو أنت عندك أعمال صالحة 70 سنة، خب 70 سنة تبقى بالجنة، انتهى بعد. أو 700 سنة 7000 سنة خلي ينتهي بعد. فلما الخلود إلى ما لا نهاية له؟ لماذا هذا التركيز على الخلود في الآيات القرآنية وفي الروايات الشريفة؟ هنالك مجموعة من الأسباب والعوامل التي تسبب خلود الإنسان حقيقة في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله. منها النية، نية الإنسان، نية المؤمن خير من عمله. على نياتكم ترزقون. الإنسان في الدنيا المؤمن يحب يكون مخلد عند هذه النية، الله تبارك وتعالى لأجل نيته يخلده، أو من نيته أن يعمل الصالحات وهو مؤمن أبد الآبدين. هذا نيته، لو كان في الدنيا لأطاع الله إلى ما لا نهاية فيه، دائما يطيع. فالذي له هذه النية يستحق الخلود على نيته. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يسأل عن الخلود في الجنة فيقول: إنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا لو بقوا أن يطيعوا الله أبدا. كان نيتهم أنه إذا باقين في الدنيا يطيعون الله شنو إلى أبد الآبدين. فالنيات تخلد، نية الإنسان تخلد الإنسان.
الله تبارك وتعالى مقرر هكذا تفضلا منه وعطاء. انت لا تسوي شيء، بس انوي تبني مسجد. الفقير اللي ما يقدر يبني مسجد بس ينوي. في بعض الروايات او في بعض القصص المنقوله انه يؤتى بالمؤمن يوم القيامه ويعطى وتعطى صحيفته بيده، فينظر يشوف مجموعه من الاعمال لم يقم بها، ما مسويها مكتوبه، فيتصور انه صاير خطا، يقول هذه مو صحيفه اعمالي، أنا ما مسوي هذه الأعمال، مكتوب مثلا باني مسجد، باني حسينية، مسوي كذا، مصلي صلاة الليل، أنا ما مصلي صلاة الليل مثلا، كنت مريض في هذه الفترة، لا أستطيع ذلك، ما كان عندي أموال، مكتوب أنا مسوي مشروع خيري. يقولوا له تتذكر في يوم من الأيام عبرت من يم هذا المسجد، نظرت إلى المسجد، قلت يا ريت مثلا أنا كان عندي فلوس أيضا أبني مثل هذا المسجد. يكتب لك ذلك بمجرد النية، تتمنى أن تصلي صلاة الليل ولكن لا تتمكن أن تستيقظ، تعبان جدا مثلا أو مريض مثلا أو ما أشبه ذلك، هي هاي الأمنية، هذه النية تكتب للإنسان، يتمنى أن يعبد الله وأن يطيعه دائما، هذه النية شنو تكتب وتسجل لصالح الإنسان، يتمنى الخلود، الله تبارك وتعالى يعطي هذه الأمنية. هناك كل شيء الإنسان يريد الله يعطيه منها الخلود. هذا السبب الأول اللي قد يكون في الواقع، في واقع الأمر هذا سببين مو سبب واحد، نية الطاعة دائما وأمنية الخلود، هذا اثنين. الثالث، الأمر الثالث، أن بعض الأعمال في ظاهرها صغيرة ولكن في واقعها لها امتدادات تمتد إلى ما لا نهاية له. أنتوا بعض الأحيان يصدر منكم عمل صغير جدا ما يأخذ منكم وقت إلا ثانية، ولكن لهذا العمل الصغير جدا اللي سلامنا عليكم ما يأخذ وقت من الإنسان إلا لحظة، لهذا العمل امتدادات على طول الزمن، يمكن 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة أكثر، هذا العمل بامتداده يبقى. تمشون ازرعوا فرد شيء وروحوا، كم سنة يبقى هذا الزرع يصير يتحول إلى شجرة مثمرة؟ 20 سنة شنو يثمر؟ عمل صغير جدا يبقى إلى سنوات طويلة، أو آثار تبقى إلى مئات السنين، كبس على زر وألقى بالقنابل الذرية على تلك المدن لحظة واحدة، صحيح لو لا؟ آثار إشقد إلى الآن باقية. إذا في عالم الدنيا العمل الصغير اللي ما يأخذ وقت الإنسان إلا لحظة واحدة يبقى إلى مئات السنوات، الله تبارك وتعالى قدر للعمل الصالح أن يبقى إلى ما لا نهاية له، هذا نتاج العمل الصالح. فسر الخلود في العمل، يكمن في العمل، هذا العمل له قابلية البقاء إلى أبد الآبدين. لا تنظر إلى صغره، لا تنظر إلى وقته المحدود، انظر إلى الآثار التي تبقى مدى السنين والدهور. فمقتضى العمل، فالعمل يقتضي البقاء والخلود بالإضافة إلى النية. بغض النظر عن هذه العوامل، عامل النية، عامل الطموح، عامل العمل، الله تبارك وتعالى لا حد له، ما له حدود، لا منتهى له، الله تبارك وتعالى كريم، جواد، معطاء، لا حدود لعطائه،
يريد أن يتفضل بهذه النعمة على البشر، أن يخلدهم في الجنة. هذا مقتضى اللطف والعطف والعطاء اللانهائي لله رب العالمين، وقد قدر هذا للمؤمنين. الله غير محدود، فعطاؤه شنو؟ لا نهاية له. هذه بعض العوامل التي هي من أسرار الخلود، خلود المؤمنين في الجنة. هذه النعم التي لا تنتهي لمن؟ وذلك جزاء من تزكى اعتباطا لا تعطى النعمة. إن الله اشترى، أكو معاملة من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شرط الدخول إلى تلك الدرجات العلى، شرط الدخول إلى هذه الجنة، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، شنو؟ وذلك جزاء يعني ثوابه ومكافأته من تزكى، يزكي نفسه، يطهر نفسه. الجنة مكان طاهر، الطاهر لا يدخله إلا الطاهر. احنا هاي المعادلة بالدنيا زين نفهمها، صالة للأعراس، إذا واحد ملوث هل هو يجي يدخل هذه الصالة؟ هل يعطوا طريق؟ الجواب لا. إذا واحد ملابسه قذرة ملطخة بالدماء وبالأوساخ وما أشبه ذلك، إذا أكو مؤتمر لمجموعة من العلماء، هل الجاهل له مكان في هذا المؤتمر؟ ماكو سنخية أصلا بين هذا المكان وبين هذا الفار. أنت جاهل، شنو جابك هنا؟ لا هو يفكر أصلا يدخل في هذا المكان، حتى لو فكر المكان شنو ما يستوعبه، ما يعطوه طريق أصلا يدخل لهذا المكان. إذا معادلة الدنيا هكذا، وهي معادلة واضحة عقلية فطرية يدركها كل إنسان، إن الطيور على أشكالها تقع، هذا مناسبة هنا. الجنة اللي هي مكان كلها طهر، هل يدخل فيها شخص ملوث بالمعاصي وبالذنوب؟ كلا، ملائق. اللي يهدف للوصول إلى مؤتمر علمي لازم يهيئ المقدمات، يدرس كم سنة حتى يعطوه طريق إلى ذلك المؤتمر. اللي يريد يروح إلى صالة الأعراس لازم شنو؟ ينظف نفسه. اللي يريد يدخل الجنة لازم يزكي نفسه. ما هي دوائر التزكية؟ إن شاء الله نتطرق إليها في الليلة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تلك الدرجات العالية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن.